بعد جولات كثيرة في البرلمان بسبب أو بخصوص مشروع قانون الخدمة المدنية، النهاردة البرلمان وافق على هذا القانون وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته ولضبط صياغته مع أخذ الهيئات القضائية في المواد المتعلقة بها، مع أخذ رأيها ومن بين هذه الهيئات النيابة الإدارية بشأن المادة 59. البرلمان النهاردة كمان أعاد مناقشة المادة 38 بعد إعادة المداولة بشأنها في لجنة القوى العاملة، ووافق على ما انتهت إليه اللجنة بتعديل المادة اللي نصت على الموظف علاوة تشجيعية 5% من الأجر الوظيفي بعد ما كانت 2.5% في الحكومة. أنا معايا النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب. مساء الخير سيادة الوكيل، أهلا بك يا فندم. أهلا يا فندم، مساء الخير. أهلا بحضرتك. أول حاجة يعني قولي كده موقف هذا القانون إيه؟ أخيرا تم إقراره من قبل البرلمان، وبعدين الخطوة اللي جاية بتكون إيه؟ هو لسه في تصويت بكرة؟ لا، هو في طبعا تعرف القانون ده خد يعني مساحة كبيرة جدا من الدراسة ومن الوقت لما له من أهمية، وكان هناك اختلاف في وجهات نظر، وكان في قوة كثيرة جدا في داخل البرلمان ما بالنسبة لذي الاحتياجات الخاصة، وأيضا المادة 37 وأيضا المادة 38 والمادة 16 والمادة 39، كل هذه الأمور كان فيها يعني أفكار كثيرة جدا، يعني أفكار واختلافات في الرأي، ولكن انتهى الحمد لله في النهاية إلى أن احنا خرجنا بقانون نتمنى أنه يكون يعني يلقى إحسان الموظفين، ونتمنى برضو الموظفين أن هم مش هو القانون اللي هيكون جهة حساب ليهم، احنا عايزين ضمايرهم وعايزين نطلع في بلدنا نهض بيها. احنا كنا بندافع على 7% لماده 37، 7% علاوه كنا بنقاتل انها توصل 10%، وخدنا وعد، يمكن لم يذكر هذا الكلام، لكن احنا خدنا وعد من الحكومه في حاله يعني ازدياد الدخل وتقليص عجز الموازنه وزياده النمو هيكون لدينا ان شاء الله باذن الله وعد من الحكومه، وان احنا نزود ال 7% ان شاء الله في السنوات القادمة، لأن احنا برضه يهمنا الارتقاء بالموظف وإنه يعيش حياة كريمة وإنه يواكب الأسعار المرتفعة أو لهيب الأسعار المرتفعة في المرحلة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب بقول للناس برضو تكون فاهمة يعني ما هي المزايا اللي بيقدمها هذا القانون الجديد، لأنه طبعا احنا عارفين أن كان في جدل كبير حول هذا القانون، وأكتر يعني كان في كمان اعتراضات كتير عليه، فعايزين نعرف أهم المزايا اللي بيقدمها إيه للموظف. القانون ده فيه مزايا كثيره جدا. اولا تضمن حق الموظف، في ان الموظف المجتهد والموظف اللي عنده ضمير وعنده كفاءه عاليه هياخد حقه بدون شك. الموظف اللي برضه فيه العلاوه التشجيعيه 5% كانت 2.5% اتعملت ل 5%. ايضا ارتفاع بمستوى الوظيفي بالنسبه للموظفين اللي كانوا موجودين قبل 30/6/2016 اللي هم اللي كانوا بيشتغلوا بالعقود، وكانت المشكلة ديت مؤرخة لكل خدمات المعاونة في كافة الوزارات والمناطق الوظيفية، كل دول إن شاء الله هيتثبتوا بأجر وظيفي محترم جدا. أيضا هذا القانون احترم ذو الشهادات الماجستير والدكتوراه، إداله علاوة تشجيعية في العمل. أيضا هو قانون بكل المقاييس قانون جيد جدا، نتمنى انه يطبق بقى على الواقع ويكون، واتمنى برضه حاجه مهمه جدا ان اللائحه التنفيذيه لهذا القانون الا تكون مفرطه وتكون في واسعه، لان دي هيفتح مسرع الابواب على المسرعيه بالنسبه للفساد اللي احنا بنتكلم فيه اللي عايزين نعمله. مهم جدا اللائحه التنفيذيه لهذا القانون، ودي بتوضحها طبعا الحكومه، او الحكومه طبعا توضح هذه اللائحه الداخليه. فأتمنى ما يقعدوش بقى يفتوا ويعملوا ويوسعوا من المواد فيها يعني. تمام. طيب سيادة النائب، يعني بصراحة هقول لحضرتك، البعض بيقول إنه تم التغاضي عن بعض الملاحظات أو الاعتراضات اللي كانت موجودة داخل المجلس على هذا القانون، وإنه تم إقراره من قبل الأغلبية لصالح الحكومة. إيه رد حضرتك؟ والله يا فندم لو الحكومة، احنا أولا رفضنا هذا القانون في الأول كقرار مشروع قرار القانون. أيضا هذا القانون لما بعتنا لجنة المادة 37 المادة 16 والمادة 38
ورجعناهم للجنة تاني للدراسة. أرجينا مواد في داخل المناقشات المجلس، أرجيناها في النهاية حتى يتم التوافق عليها. لا، القانون ما عداش مر، يعني كده ما عداش مر الكرام، لكن القانون خد حقه في المناقشات. كل من السادة النواب أدلوا بدلوهم ورأيهم في هذا القانون. أي نعم، لازم احنا نتكلم برضو بشكل تاني خالص، ان الحكومة النهاردة احنا مش كل اللي تدولنا الحكومة احنا بنلغيه، بأسف بنوافق عليه. احنا عدلنا في القانون من 5% الى 7%، وكنا نتمنى ان تكون، انا من ضمن الفريق اللي كان نتمنى ان يكون 10% فأكثر، او يكون تدرجي بنسبة 0.5% كل سنة. لكن لظروف الدولة وظروف الموازنة، العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة، وفي المشكلة اللي موجودة بالنسبة طرق بالنسبة ان احنا نزود اعباء الموازنة العامة للدولة السنة ديت، احنا قلنا خلاص نتغاضى على 7% السنة دي. لكن احنا ان شاء الله بإذن الله في اتفاق، زي ما قلت لحضرتك ان احنا في اتفاق، ان احنا حقنا في الدستور كمجلس نواب ان احنا نعدل هذا القانون في اي وقت عندما نرى مصلحة المواطن، اسف انما نرى مصلحة الموظف حصل فيها مشكلة، او ان ارتفاع الاسعار لم يتواكب بالنسبة للزيادة في النسبة اللي عليها 7%. تمام. طيب امتى يتم بقى اقرار او تطبيق القانون ده والعمل بيه؟ ايه الخطوات اللي فور صدوره طبعا، يعني خلاص يعتبر الحكومة كده تطبق، لانه خلاص قدام خد قراره مجلس النواب، موضوع انتهى كده خلاص، على الحكومة التنفيذ فور التطبيق عليه. طيب، وهل هيتم تطبيقه بأثر رجعي من 1/7 بقى اللي هي بداية السنة المالية الجديدة، ولا ايه يا فندم؟ لا والله الحاجات الفنية ديت يعني مش هقدر افتي فيها، مش مع حضرتك اجلس فيها. تمام يا فندم، اشكرك شكرا جزيلا. النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، شكرا ليك.